وإذا وقعت في مكروب أو هم فاستغث بسيدنا محمد. ليش بدك تستغيث؟ أهل الله علمنا صيغة، علمونا صيغة الصلاة والسلام في عدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أغثني سريعا بعزة الله. اسمع عندهم الاستغاثة السريعة، بيصدر الأمر الإلهي أغثوا بعد 33 مرة، بتقولها 33 مرة بحضور قلب وخشوع تأخذ الإجابة دغري. سألوني أنا، والله سألوني أنا، أحكي لكم هالقصة يلي ما لكم فيها، بس تأييد للفكرة. أنا في سنة 85 بعد وفاة الوالد رحمه الله كنت عم بخدم، ما تزوجت لأني كنت عم بخدم. بال85 لقينا بنت الحلال بالحارة يلي بسكن فيها، بالموعد المحدد نزلت المطر، مطر بشارة ولا لا؟ وانطفت الكهرباء. أنا لأجلي قلبي طفت الكهرباء، فألمو حسن كمان هي حتقول هلأ جايين حيدقوا الباب وانطفت الكهرباء عندهم، ولي على هالبلوي اللي جاي. أطرقت برأسي هيك غمضت عيوني واشتغلت بالاستغاثة السريعة، الصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله، أغثني سريعا بعزة الله. ما كملت 33 شعلت الكهرباء، رحت والكهرباء شعلت، ما في عراسي فايت. الاستغاثة بالأنبياء والأولياء جائزة، الأولياء قياسا على النبي. جدي سيدنا عبد القادر الجيلاني بيقول ما استغاث بي أحد إلا أغثته. والدي صارت خطبة هاي مدرس، والدي طلع على الحج بالبقاب، والله النبي قال كان بالنعل حي طلع بالبقاب، لسه ما وصل على نص الطريق انسلخت رجله، قافلة 40 جمل، كانوا بيت الخطيب عندهم قافلة، جدي شيخ عبد الفتاح قافلة الحج، أول قافلة تصل على المدينة من الشام، والدي انسلخت رجله، قال لهم كملوا أنتوا أنا ما عاد أحسن أمشي، قعد على جنب الطريق. شو قال؟ الغوثة يا إمام أحمد البدر. يا إمام أحمد البدوي الغوث، جاي واحد على جمال نوى على أبي، قال لك شو عم تساوي هون لحالك؟ قال له والله كنت مع القافلة ومسلخت رجلي. قال له اطلع اطلع، طلعوا على الجمل جنبه لحتى وصلوا على المدينة. لما وصل على المدينة قال له انزل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. ابي قال لحاله خليني اعطيه كم ليره كم ريال، التفت عليه الرجل قال له يا شيخ سهيل، عرف اسمه؟ نعم نعم. قال له اللي جده عبد القادر الجيلاني ما بيستغيث باحمد البدوي، انا جدك عبد القادر. الله جده شيخ عبد الخالق الجيلاني ما بيستغيث بأحمد البدر، أما هيك ما عاد بيان.
سيدنا عبد القادر، انتوا اخذتوا الدرس؟ تحفظوا البيتين يلي قالوا: وانت باب الله اي امرئ اتاه من غيرك لا يدخل. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله ربي وسلم. اللهم فرج عنا يا رب وجاه النبي يا رب الانبياء يا رب الاولياء يا رب هذا الجمع تعطيه سؤله يا الله لحوائجه يا الله تنصر على اعداء يا الله بحبح علينا يا الله كرمال النبي يا الله جاه النبي يا الله وسر الفاتحه يا الله.